السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم بغيت نقدم لكم واحد المقبلة باكستانية وهي الساموسة بالبطاطا. هذه تجي لذيذة وبنينة، غادي تعجبكم ان شاء الله. نمرر المقادير. عندي جوج كؤوس من الدقيق الابيض، كاس من الماء، وثلاث ملاعق من الزيت العادي، وملعقة من الكمون صغيرة، والملح حسب الذوق. هذه المقادير ديال العجين. نمروا الان الى الحشوة ديال هذا العجين. والان نمروا للحشوة. الحشوة عندنا هنايا خمسة بطاطس، كل وحدة دير على حسب افراد العائلة ديالها. عندي هنايا بصلة كبيرة او جوج صغار مقطعين على هذا الشكل. عندنا هنايا الكزبرة مقطعة قطع صغيرة، فلفل حار، جوج فصوص ثوم او ثلاثة. هنا عندنا الملح، الفلفل الاحمر، الكمون، كركم، جنجبير، غراما صلا، الفلفل الحار الحلو، والزيت بطبيعة الحال باش نطيبه. الزيت مثلا واحد ربعة المعالق ولا ثلاثة. ونمروا الان الى الطريقة. خدينا واحد المقلة سخنات كنعمل فيها الزيت على هذا الشكل. من بعد كنعملوا البصل، دابا نخليو البصلة تشحر مزيان. والان غادي بعد ما تشحرت شويه البصله ديالنا، غنزيد الفلفل الحار والثوم ونستمر في التحريك. والان هانتوما تشوفوا كيفاش تشحرت شويه البصله ديالنا. غادي ندير التوابل كلها. كنحرك على هذا الشكل. والان غادي نزيد البطاطا ديالي على هذا الشكل. وبعد ما حركنا ديك العناصر خليناها تشحرات شويه كتولي على هذا الشكل. وفي الاخير كنزيدو القزبر او القزبره لانها ما تحتاج باش تطيب بزاف، نبغيو نخليوها هكذا تبقى تبان. دابا غادي نطفي على النار وغندوزو للمرحله ديال العجين. والان كناخذ الدقيق الكاس الاول، الكاس الثاني، كنديروا الملح والكمون، كنحركوا هذه النواشف على هذا الشكل. ومن بعد كنديروا الزيت كنحركوا كل شيء هاد العناصر مزيان حتى العجين يعود مبسبس، تدخل فيه ديك الزيت مزيان الدقيق. عاد من بعد نزيدوا الماء. دابا غادي نبداو نزيدوا الماء شويه بشويه على الخليط ديالنا. العجين في الحقيقه خصو يكون شويه قاصح، ما يكونش رطب بزاف. هذا هو السر ديال القرمشه ديال السمبوسه، وهو العجين خصو يكون شويه قاصح. والان ها العجينه ديالنا بعد ما دلكناها مزيان كتجي على هذا القوام، خصها تكون شويه ماشي رطبه بزاف حيت البسبوسه كتبغي العجين يكون شويه قاصح. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه مثلا، هذا هو الوقت الكافي ديالها.
وغنوريكم الحشوه ديالنا بعد ما طابت حتى هي على هذا الشكل. غادي نخليوها تبرد والعجين يرتاح والحشو يبرد ونتلاقاو. والان نوريكم احنا درناها على هاد الكريات الكويرات هكذا صغيورين وتخلي مرتاح واحد 5 دقائق، ومن بعد بدينا كنديرهم بالمدلك على هذا الشكل. هانتوما تكون الورقه رقيقه زوينه، شفتوها كي واقفه مزيان صافي. ومن بعد غنوريكم كيفاش كنديروا فيها الحشو. ومن بعد هانتوما تشوفوا، انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنبداو نعمرو فيها بحال هكذا على هذا الشكل. ومن بعد كنسدو الجوانب. انا غادي نوريكم وحده كيفاش درت ليها. جينا على هذا الشكل، نوريكم وحده اخرى. كنشدو هذا الطرف دابا نوريكم وحده اخرى باش هادي فات مني بديتها. كنقسمو نديرو لها هكذا، كنخدو هاد الطرف هذا كنديرو ليه هكذا بحال نديروها مبلي صافي. وكنبداو نعمر بالحشو ديالنا. انا غادي نوريكم وحده من الاول كيفاش ندير ليها صافي. راه كتجي لذيذه وزوينه. هذه مقبله باكستانيه. كنشدوا الاطراف على هذا الشكل. كتكون هكذا. انا غنوريكم وحده اخرى. كناخذوا العجين على هذا الشكل، كنقسموه على 2 من الوسط. كناخذوا هاد هنايا الان حنا كنديروا لها هكذا نتنوع على هذا الشكل. كناخذوا الطرف الاخر كنحطوا عليها هكذا، ومن بعد كناخذوا هذا كنديروا بحال البليه هنا في هذا الجنب بحال هكذا صافي. وكنحطوا هكا كنعمروا الحشو ديالنا. كنورقو عليها هكذا في الجوانب صافي. كتعطينا هاد الشكل. انا غادي نولي نعاود وحده اخرى باش تشوفوا مزيان. ها هو تناخذوا هذا اللي مسطح نديرو ليه هكذا، ناخذوا الاخر كنحطوه فوق منه، ومن بعد كنديروا واحد البلي كندير واحد البلي على هذا الشكل صافي. وها ممكن اللي عندكم البازيلا او الجلبانه ديروها مع هذا الحشو كتجي معها لذيذه، ولا الجزر. مي انا انا بالنسبه لي ما كتعجبنيش بالجزر، بالجلبانه او البازيلا كتجي زوينه. انا اليوم ما عنديش، مي كتعجبني بالبطاطا هكا مع البصله كتجي زوينه. ها انتما تجي على هذا الشكل، وانا غادي نستمر هكذا حتى النهايه. الان هاني غادي نبدا نقلي فيهم ان شاء الله.
غنستمر على هكذا حتى النهايه نوريكم انتما كيفاش نخليهم حتى يحمروا على هذا الشكل ونحيدوهم. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجاو جوهائيين. العجينه جاو فيها الفقاعات. غادي نستمر هكا نوريكم في الاخير. وهذا الشكل النهائي ديالنا كيجيو زوينين ومذاق رائع ونتمنى يعجبكم. هنا غادي نحيد لكم وحده تشوفوهم كيفاش كيجيو هائلين. هانتوما شفتوا كيفاش تيجيو زوينين ولذاد في نفس الوقت. وكما قلت لكم انا نحاول ندير لكم مقبلات واكلات اللي كيجيو شهيوات ديال رمضان، لان الاكل ديال دائما راه معروف مي رمضان كيبغي هكذا مقبلات. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه. والى اللقاء مره اخرى ان شاء الله.